What took so very wrong turns to see it. Whoa. But I danced through the blisters at night, and I left till I cried and cried. And I ran till my feet couldn't run no more. And I sat till my lungs were burning, till I know I'm alive, alive. And I sit till I can't hear a voice no more. Suddenly the sun goes out and the darkness is gone. حيا الله كل اللي يشوفونا على قناة روتانا خليجية في بداية انطلاقة أسبوع جديد، واضح بدايتها إن شاء الله، وسنة جديدة ل 2018 جميلة راح نبتدئ فيها. راح نختتم آخر ساعات بأحلى دي جي. مساء عليكم بالخير، وأيضا أمسي على لمياء غالب. مساء النور عليك تراد أكيد، ومساء النور على كل اللي يتابعونا. حلقة جديدة، واليوم راح نحتفل بمناسبتين، بداية أسبوع جديد وأكيد أيضا نهاية عام 2017 ودخولنا للعام الجديد. إن شاء الله يا رب يكون عام مليء بالإنجازات والأفراح والسعادة، وأكيد أمسي عليكم بالخير وأقول لكم بداية أكيد راح نبدأها معاكم بكل حب. تقارير نشوف إيش عندنا لليوم ونرجع نبدأ حلقتنا بكل حماس. يلا في ساعة شباب اليوم اكتشف خامة صوتك في ساعة شباب. وفي بداية العام الجديد الناس فين مسافرة، ومن إدارة الأعمال إلى طاهية قصة شغف. وفي الأخبار أسترالية تصطاد سمكة بثلاثة أرجل، وللرجال فقط غسيل الصحون يعالج الاكتئاب. طبعا كانت معنا هذه أبرز العناوين لحلقة اليوم. راح نبدأها بفقرة مختلفة جدا، تحديدا هذه الفقرة راح نكتشف فيها خامة أصواتنا، وهل فعلا نحن نقدر نستخدم أو نستثمر أصواتنا في أشياء مفيدة ولا لا، وهل أيضا ممكن نحول أصواتنا من سيئة إلى جيدة ولا لا أيضا. هذا كويس أنك طولت، لأن أنا ورطت في البرق اللي طاح صراحة. حقيقة استخدام الصوت هو عالم يعني تفاصيله مهما تكلمنا فيها ما راح تنتهي، لأنه بيعتمد على حاجات كثيرة، بيعتمد على النفس، بيعتمد على استعداد، بيعتمد على تجسيد الكلمات، وصفها بطريقة احترافية. هذا كله طبعا يجي مع الخبرة، حنعرفه أكثر الآن مع إلي. حيا الله إلي العلوي، حياك معنا في ساعة شباب. الله يخليك، أهلا وسهلا فيك. هابي نيو يير، أول شيء أقول لكم هابي نيو يير. إلهام العلوي كمعلقة صوتية اليوم حناخذ منك كذا نقطة عشان الناس بس تستوعب ايش فكرة الصوت وكيف الواحد ممكن يستخدمه بشكل سليم. بس ابغى اعرف بداية ليش استخدمتي التعليق الصوتي بالنسبة لك؟ والله لما كنت صغيرة كان هذا شغف، كنت لما اسمع صوت في الراديو او حتى لما اسمع افلام وثائقية او زي كذا اقول يا ريتني انا هذا الصوت اللي نجلس نسمعه. يعني ما كنت اطمح ان انا مثلا اطلع صوت وصورة، كنت بس طبعا على الاقل صوتي يوصل. طموحي وانا صغير نفسه تقريبا نفس الشيء. كنت تسمع؟ طب كنت تسجلي ريكوردينج؟ هذا المسجل اللي هو تضغط البلاي والريكورد عشان تسجل صوتك على الكاسيت، ولا ما كنت تسويها؟ لا ما كنت اسوي دي الحركه. أيه. كنت اجيب اخواتي قدامي واسوي نفسي انا المذيع اللي اسوي لهم مسابقات كذا. الله اعيش الجو مره. كلنا بداياتنا في البيت، يعني دائما نستغل الاخوات في هذه الاشياء وفي طموحاتنا وفي هواياتنا وفي كل شيء. أدوات. يعني هم الادوات. طيب اليوم كيف ممكن نعرف امكانياتنا الصوتيه، وايضا ايش هي انواع الاصوات بالتحديد؟ كيف نعرف؟ أول شيء هو الشغف. أنا أشوف برأيي، أنا أتوقع أنه الناس كثير، يعني في ناس كثير يقدر يكونوا معلقين صوتيين لكن ما عندهم الشغف. صح. أي شخص عنده شغف يقدر يكون معلق صوتي، أنا كذا أشوف بصراحة. وأكيد يكون عنده الموهبة. يعني شوفي لو ما عنده، انا اتوقع لو ما عنده الموهبه ما راح يكون في شغف، يعني ما حيجي لك صوت داخلي بيقول لك قوم واشتغل على نفسك ولا قوم علق تعليق صوتي الا وانت فيك في منك امل. يعني انا كذا اشوف، يعني من خبرتي في الحياه، وشفت ناس كثير كانوا بادئين من ولا شيء، اصواتهم ما كانت تنفع، لكن مع التدريب صاروا محترفين جدا في التعليق الصوتي. اتفق معك 100%، لانه فعلا الموهبه لا تكفي يعني ابدا. ايوه طبعا. الموهبه لا تكفي ابدا. هذا يعطيك امل كبير لميا، وايضا الشغف لحاله من غير حاجه الواحد يمتلكها برضه ما تنفع، فهي تكامل. طب ابغى اعرف وجهه نظرك في حاجه، وغالبا الناس لما تغني او تتكلم او يكون في ريكوردد تسجيل عشان مسجلين صوتهم فيه، ما يحبوا يسمعوا اصواتهم، يقول لك يا عمي صوتي مو حلو ما احب اسمعه. مع الرغم ان اوقات تكون اصواتهم مو بس مقبوله، حلوه. فايش
السبب برايك؟ هم بيستنكروا اصواتهم لانه الصوت اللي احنا بنسمعه لما بنتكلم غير الصوت المسجل. هم بيسمعوا ايوه لانه في جوا اهتزازات، فانت بتسمع صوتين مع بعض، الصوت اللي برا والصوت اللي جوا. فانت يعني وانت مو انت حابب صوتك، انت مستنكره، هذا لا مو انا، هذا واحد ثاني بيقلدني. تحس انه انت لكن مو انت. والناس متعودة عليه بس انت أيوة. يعني عقلك بيقول لك لا هذا مو صوتك لانه مو متعود عليه. أيوة. بس مو بس كذا، لانه دائما يمكن نحن ما بنسمع اصواتنا كثير، الناس هم اللي بيسمعونا، فنحن ما نحب اصواتنا، بس الناس يحبوا اصواتنا. يعني انا دائما ما احب مثلا اصور صوتي بدون وجهي او احس صوتي مو لايق على شكلي، فدائما نحس دي الاشياء فينا بتطلع. صحيح صح، البعض زي كذا، حتى ممكن يسمع صوت حلو يتوقع انه البنت تكون شكلها مرة، دائما بننخدع الأصوات يعني. الصوت لحاله عنصر جمالي لا يستهان فيه. صحيح. لأنه صحيح. قد يغير وجهة نظرك من خلال حديث مع شخص من الأشخاص. هذه القوة اللي الناس ممكن ما تستوعبها، تعتقد أنه الشكل كل حاجة. لا، زي ما الشكل لا يأخذ حيز كبير، أيضا الصوت يأخذ حيز كبير، ولا ما كان أكيد. كثير من مقدمي البرامج على الراديو الناس حبتهم وتعلقت فيهم بمجرد الصوت. اقول لك الحب، طب قولي لي من الصوت، من الاذن تعشق قبل العين. قول كذا دائما. بس انه اتوقع انه مو اي احد بيحس انه صوته حلو يعني معناه الناس حيتقبلوا. قولي لها اشياء مره كثير. قولي لها يا الي. لا لا الي، بعرف ايش انواع الاصوات. هو مو في انواع اصوات، هو صوت صوت، بس هو في طبقات، في الرخيم وفي الحاد اللي هو احنا بنقول جواب وقرار. حلو، لم تعرف تحددي نوعها؟ طب اتنحنى. لا ما هو يعتبر وسط. وسط حاد. انا صوتي حاد. في بنات يعتبر يحس بصوتهم مره حاد، بس انا اسمعك وسط. حتى انا احسه حاد، ما اعرف ليش. انا احس حاد يعني تنزعج منه. يعني انا ما ابغى اقول كذا بس. ما يبغاني اغني، ما انت فاهمه، بس انا راح اغني مهما حاول وفكر. تصدقي؟ عشان اوريك ان انا داعم لك، انا حامل معاك دويتو. ترحب الدويتو الجديد بيني وبين طراز، مع العلم انه هذا قد يدمر مسيرتي المهنيه كلها. ولكن انا ارجع اقول الشغف، طالما تحس انه عندها شغف للغنى انا اتوقع انه يجي. صراحه ما افكر اغني، يعني انا اخذتها كذا مداعبة، عرفتي، عشان بس اقهر ناس، بس انا ابدا ما افكر اغني. اوكي. ما بقول شيء بعد اللي قلت صراحه، حاسس نفسي كذا. طبعا اقول لك حاجه كمان، غير الموضوع هذا اللي بقوله بالضبط. في حاجه ثانيه كمان، اول شيء ايش نوع صوتي؟ انت حسك رخيم شوي. رخيم، اوكي. طيب هو طبقه، انت طبقه صوتك او طبقه شوي. عفوا، مره ضليع لكن يعني افهم بعض الحاجات. في تمارين كثير للنطق اوقات الناس كنا نستخدمها احنا ايام الراديو، افتكر كانت مضحكه اوقات، ما اعرف اذا كنتوا تعرفوها ولا لا شباب مصورين. في اصوات يعني التمارين مره تضحك، يعني حتى هي زي البروناونس لبعض الكلمات وبعض الوقفات او التكات على حروف او انطلاقات وارتكاز على بعض الكلمات والحروف. فكيف نقدر نعرفها؟ ودينا امثله عنها. من التمارين اللي كنا بنعملها، انا اول ما بديت اشتغل، انا كنت في الاذاعه يعني اول ما بديت اشتغل كنا بنعمل تمارين، خاصه اللي بتكون الكلمات الحروف فيها مخارج الحروف بتكون متقاربه، مثلا هذا المشمش مش من مشمشنا، عشان نحاول، عشان عارف انه بعض الناس هم بيتكلموا خاصه في التعليق الصوتي بياكلوا الكلمات، وهذا الشيء يعتبر مره الحروف خطا في ياكل الحروف عفوا وهذا يعتبر مره خطا. هذه كانت مشكله عندي على فكره. ايوه، فلما نقول هذا المشمش مش من مشمشنا، فبتطلع كل حرف تدي له حق، وهذا شيء مره مهم في التعليق الصوتي. تحدك تقولها 5 مرات، هذا المشمش مش من مشمشنا، هذا المشمش مش من مشمشنا، هذا المشمش مش من مشمشنا. هذا المعلقه الصوتيه ما يحتاج والله. شوفي في الثالث مره غلط. بس انا اقول لك حاجه، هي مساله كمان، ما هي هذه لعبه بس، تعرف لما الواحد يعني انا جربت عن واقع تجربه والله. لميا ولي حقيقي المساله انه انا ادرب صوتي على مخارج معينه وحتى بسرعه معينه، ترى فرق معايا مره كثير. صحيح. يعني خلاني متمرس بحاجات ما كنت اتخيلها، كنت قاعد اقول ايش هذا، كيف ممكن اسويها، فاهمه؟ صحيح. واتوقع يعني الي كثير يمكن شباب وبنات متحمسين انهم يدخلوا هذا المجال، خصوصا انه مجال يعني جدا جميل وحلو، انك تقدر تقلد اصوات مو بس في المقالب اللي بيسووها بعض الناس في اهاليهم او في اخواتهم او في اصحابهم، كمان يعني ممكن يدخلهم دخل مادي جدا حلو، موهبه مميزه فعلا. فكيف يبداوا اول خطوه وانهم يحاولوا انهم يتدربوا او يتمرنوا، كيف توجهيهم؟ اوكي، من التمارين اللي كانوا بيقولوا لنا هي مهندس الصوت
الأستاذ اسمه أحمد ناجي كان دائما بيقول لي سجلي صوتك وأسمعي فين الغلط فيكي. أنا كنت دائما ألاحظ أن التلوين، عارفة لما بيكون بنفس الأداة نا 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 ما بتحسي بيغيره، ما بيحس، ما بتحس أنه بيطلع وينزل، ما في تنوية. أيوه ما في تلوين، وهذا يعتبر من الأخطاء. يعني أنا كنت أسمع نفسي وألاحظ أنه عندي مشكلة في التنفس، احس نفسي زي المخنوقه وانا اتكلم، ماني ماخذ راحتي. تمارين التنفس بيضبط الموضوع، وكمان في التلوين لما اسمع نفسي واغير واسمع لناس برضو، هذه الاشياء بتحسن مره كثير. تعطينا تجربه نسمعها؟ نبي تجربه نشره اخبار. مثلا اهلا ومرحبا بكم في اخر الاخبار، قتل طراد المذيعة المتألقة لم يأتي يوم بداية سنة جديدة. لا ممكن قتل موهبتها. أنا أتفق، قتل موهبتها ممكن. قتل موهبتها بالضبط. قتل الموهبة، صحيح هذا اللي حصل اليوم. والله فلو تلاحظي الصوت لما أتكلم مختلف، لما أقول أهلا ومرحبا بكم في آخر الأخبار، أحاول أركز على كل حرف أكثر، أبرزه أكثر، ويكون الصوت شوية من البطن مو بس من الحلق، عشان يكون مخنوق أو مزموم. بالضبط. هذه برضو كانت أنا عندي برضو كان مشاكل مرة كثير اللي صراحة أنت قاعد تثيريها، اللي هي مخارج الحروف، النفس. أتخيل هذا، أنا كنت مقدم برامج إذاعية يعني واجهت مشاكل حقيقي ما عد لي مخارج حروفي إلا الراديو. والله شيء يعني عندي مهول. مشكلة لدغة لام وراء، إذا جوف كلمة واحدة ورا بعض ما أعرف أقولها. بس هذه اللدغة اللي عندك؟ أيوة الحمد لله. الحمد لله. كيف نعالج الكلجات قولي لي؟ كيف نعالج البدليات اللي طول الوقت عدد الساعة اللي أنا ما أعرف صراحة تعبت يعني. أنا كان عندي مشكلة مع مؤسسة، كنت استصعب انه سين ورا بعض ما بس صدقيني مع الممارسه حاولي كل يوم بتقوليها، بس احنا اوقات نكسل، بس انه الواحد لما دائما بيسجل نفسه او دائما بيلقي او يقرا بصوت عالي مره يحسن، مره يفرق. طبعا معه. طبعا اكيد، حتى سرعه القراءه تتغير عند الشخص، مخارج الحروف تتغير، يعني تتغير اشياء جدا كثير وتحسن من اداء الشخص الصوتي. القراءه طبعا اهم شيء. صحيح. لما دربت برضو في احد الاذاعات برضو كذا، فادك مره كثير صح؟ طبعا يعني اكيد يفيد كثير، بس انا اصلا ما احب صوتي، يعني ما احب صوتي. نفس الشيء يعني، حرام يعني الناس يعني ممكن زي كذا يقول لك صوته ما حلو، مع انه صوتك كلام يعني احنا نسمعه ترى عادي يعني، وانا نفس الشيء يعني برضو يعني هي مساله في الاخير الذبذبات في الاذن والصوت. ايوه هو بس اني كنت مستنكره الصوت، انا مع الوقت يعني مضطره اني اسجل دائما واسمع نفسي عشان في الايديتنج وكذا، فخلاص صرت بالعكس. تجسيد الشخصيات الكرتونيه معاها؟ هذا يعتبر دوبلاج. انا دائما امسك شخصيه الام وزي كذا، لان صوتي شويه جهوري كذا وشويه في يقولوا في حنيه شويه. عميق عميق. ايوه فدائما امسك صوت الام، بس ماني كثير في تجريد الاصوات. ما حاب اقول لك بديت في تجربه صراحه ما قد قلت على الهواء صراحه، بس بدات اقلد الاطفال الصغار الكبار في السن والامهات وايضا البنات الصغار. وصلت لمرحله قدرت بس الام هي الصوت الوحيد الصعب، لانه صوتي جدا عميق انا، فما يمدينا نضبطه. احس صعب انه ذكر او رجل يقلد صوت انثى. صيرت نسمع لا لا مستحيل. على جدتي لو كمان السنة ما حتنتهي. نبغى نسمع. أنا أشكركم على هذا. لازم نسوي أشياء جديدة على السنة الجديدة، فلازم تغامر شوية طراد، فيمكن اعتبر هذا شيء من الأشياء الجديدة لسنتك اللي ممكن تفتح لي أبواب إيش مجالات الشغل الثاني. لا هي ما تفتح لك شيء. عسى ما جاء طراد لو يعني ممكن أنا أعمل صوت أم يعني مثلا، وأنت تعمل صوت الطفل أو طفلة، جرب. لا مستحيل ما أقدر أنا والله مستحيل. لا يعني مو مستحيل، مو مستحيل. مرة يعني وجه حمر المصلحة. لا لا ما ينفع ما ينفع، الهوا ما أقدر والله. شكرا لك أكيد إلهام العلوي على تواجدك اليوم معنا في ساعة شباب، معلقة الصوتية، أكيد نتمنى لك كل التوفيق. شكرا إلي. حننتقل، يعطيك العافية، حننتقل لأريج الشريف اللي مشرفتنا اليوم على البار، وعاملة يعني سلد بار ما شاء الله تبارك الله، منورة ومشرفة. الله يسعدك، هلا النور فيكم والله. يعطيك العافية. الله يعطيك العافية أريد. Crazy.
كيف يعني نكمل من غيرك؟ قل لي بس كيف نكمل من غيرك؟ مستحيل يعني، يعني مستحيل الاحساس اللي بيعطينا اياه شيء جود فايبس كذا، فيها طاقه وحماس يبغى يعني شويه حقوم. اوكي طيب ندخل في هذه الفقره تحديدا. هذه الفقره يا جماعه للناس اللي عندها اجازات، ابدا مو الناس اللي عندهم مشاغل واشغال وما يقدر ياخذ اجازات. ليش؟ لان كلنا عارفين في بدايه كل سنه ناس كثير تحب انها تقضي هذه الاجازه او بدايه السنه في اماكن سياحيه ويسافروا وينبسطوا ويتونسوا ويشوفوا. شوف هذه الفقرة تحديدا، أسعار التذاكر والفنادق إيش أخبارها؟ والله أنا واضح إنه أنت مرة متحمسة لأي سفرة. والله العظيم إني أنا كنت حسافر. أنت ما تبي تذكر، أنت تبغى ريحة التذكرة. بس خير خير إن شاء الله. وكله خير، كله خير طبعاً. عموماً إحنا حنشوف مين الناس اللي بتروح يعني بتسافر وكم نسبتهم، إيش الأماكن اللي يحبوها، وإيش لما يروحوا هذه الأماكن اللي يحبوها كيف بيقضوا وقتهم هناك. حاجات كثير إحنا ممكن ما نحطها بعين الاعتبار إلا للناس المخيخة في السفر. حنعرف أكثر مع الاتصال الهاتف اللي معانا سارة قاسم، وهي متخصصة في السياحة. حياك الله يا سارة. الله يحييكم، أهلا وسهلا. منورة ومشرفة. منورة يا سارة. ليش زعلانة؟ إيش كانت وراكي سفر وضاعت عليك ولا إيش؟ حرام عليك. لا احنا من الناس المكافحة، من مداومين حتى في النيو يير. الله عليك، وأنا قلت يعني هذه الفقرة تحديدا للي عندهم إجازات. تعمل لي إسعاد، تعمل لي إسعاد غيرها. صحيح الإجازة كانت حتكون إجازة رائعة يعني لو كانت في الويكند، بس هذه السنة خبطت علينا وجات في الويك داي، عشان كذا أتوقع most of the people يعني من بيننا إحنا إنه اضطرينا نداوم. لكن بالنسبة للناس اللي قدرت تسافر، أول شيء ما نبي نحسدهم يعني، الله يكرمهم. أكيد. طب سارة يا تلمي، بداية نبي نعرف فين أكثر الجهات اللي عليها طلب في رأس السنة، في بيسافروا عليها الناس كثير، إيش أكثر الدول؟ هي حاليا هي ثلاثة دول، إذا قارناها بالأعوام الماضية هي ثلاثة دول. دبي. تبين أقول لك هي؟ أيوه. دبي تركيا. كايرو القاهرة في مصر. أيوه. وإسطنبول في تركيا. نفس اللي أنا قلته. معروفين الناس فين بيروحوا. معروفين الناس فين بيروحوا في رأس السنة. حلو. عندنا نمطية في التفكير في حكاية توزيع السفريات، ما أعرف على أي أساس بتتم، لكن كل سنة يعني في هبات، كل سنة السنة هذه أو السنتين هذه دولة معينة أو مكان معين، ما أعرف ليش. صحيح. هو يفرق طبعاً. على حسب هل انت رايح بس يومين حق النيو يير وراجع، ولا في ناس مثلا يطلعوا من وقت الكريسماس لين النيو يير، فيفرق. لانه مثلا لو انك حتطلع فتره طويله او تقول اوكي عادي امدها على قدام، اطلع لندن، اطلع باريس، اطلع هذا، بس لو طالع على بس نيو يير حتقول حرام اقضي مثلا 8 9 ساعات في الطياره، وهي الدوله يعني هي الاجازه كلها على بعضها يومين على بعضها. ايوه ايوه. ما هي محوجه، ما هي لانه سفر مده طويله. صحيح. زين شوفي يقول لك اسحب، تروح تطلع تركيا، تروح على يوروب، تطلع الى اخر العالم، ما عاد ترجع. تعرف هذه الطموحات اللي الواحد يبغى يسافر في اجازه طول الوقت ما بيرجع. بس لازم يكون في عمل جذب كمان ساره في حكايه اختيار المدن السياحيه، مهما كان الناس بتروح. برضو انا لي مبتغى معين او لي رغبات شخصيه على حسب لتسي انه انا انسان ما عندي نمطيه في تفكيري في راحه الاماكن السياحيه. فعلى اي اساس انا ممكن اروح عشان اقرر هذا المكان جيد او لا؟ ايوه زي ما انت تفضلت وقلت، هو السائح في اكثر من نوع من انواع السائح، في السائح المغامر، في السائح النهاري، في السائح الليلي، في يفرق، في السائح العوائل، في السائح البزنس، كل الناس تفرق يعني كل واحد طريقة سياحة. حتى تلاقي مثلا في بيتنا في عائلتنا في ناس تحب لما تسافر تخرج النهار، تحب المدن، تحب الشوبينج، تحب في ناس لا تقول لك انا ما احب، احب بس في الليل اطلع اخرج اشوف الناس وكذا، فيفرق. دبي تتميز انها كل سنة عن سنة بتغير في نفسها، بتتجدد. ما يعني مهما تروحي في دبي لسه في اماكن ما زرتيها، لسه بتزوريها، في تو دو ليست يعني على قولهم ان اندنج. بلس السيفتي والسكيورتي اللي فيها مره يخلينا انه ننجذب نروح لها، مو زي تركيا دحين الوضع شويه ما هو ذاك متأزم. صحيح. اصلا خلاص صحيح. تركيا ختمناها وكلنا نعرف ايش فيها، واعتقد في بلدان ثانيه افضل انه احنا نروحها عشان يلا ان شاء الله اشوفك تروح دبي.
ان شاء الله. لا لا دبي ما اطلعها ما يطلع دبي والله ما اطلع دبي، بس نحن حنحاول نقنع طراد يطلع دبي. ابغى نصيحه سعودي يا وله انه ما يحب دبي والله. يعني ما يعني والله ما يعني ما احب اروح حقيقي سياحه، ما مستحيل اروح سياحه دبي مستحيل. صحيح صحيح سياحه اطلع برا اي مكان ثاني. عشان ايش بكم تضحكوا يا جماعه الخير بقول شيء غلط؟ مستغربين الناس من طراد، بس نبغى نعرف يعني ساره اهم نصيحه عشان لا نتورط في الاسعار التذاكر واسعار الفنادق، هل هي عالية ولا مناسبة؟ تنصحيهم انهم يسافروا بهذه الفترة ولا لا؟ هي حاليا طبعا عالية، معروف هذا وورلد وايد انترناشونال، سواء الناس اللي داخلين السعودية او اللي خارجين من السعودية، هي التذاكر جدا غالية. حتى لو تجي تقارني مثلا بفنادق مكة ومدينة كمستغرب تعتبر برضو غالية هذه الاسعار. طبعا يعني سيزن سيزن اراوند ذا وورلد يعني في كل حاجة. فهي طبعا غالية، بس انت يور ويلينج يعني انه اذا بدك تطلع وتغير الجو يا سكت، ما عندك اختبارات، ما عندك حاجة، ما عندك شغل، ما عندك برنامج، ما عندكم أي شيء، حاولوا أنكم تسافروا تغيروا جو حقيقي. سارة قاسم شكرا لك على وجودك معنا في هذه الفقرة كمتخصصة متخصصة في السياحة. يعني شكرا لك، جددت الحنين و يعني ابدا ما احنا زعلانين على فكره، يعني بالعكس نحن احب البرنامج والحمد لله. انا ما انا مبسوط ونستمتع فيكم. انا نفسي مبسوط صراحه. طيب خلونا نروح لسؤال الهاشتاج، وطبعا ما نقدر انه نبدا وننهي سنه كامله بدون سؤال الهاشتاج والذكريات اللي ممكن تحملها هذه السنه الكامله وسنه 2017 تحديدا. ايش راح تاخذ معاك في هذه السنه وايش راح تخلي؟ يعني لما نعرف ايش حتحطوا في جيوبكم للسنه الجايه، هل هو ما لذ وطب من الاكل؟ هل هو بعض الصفات والاخلاقيات اللي بعض الناس ما تهمه؟ هل هي يعني ما اعرف شويه ملابس مخزنينها من 10 سنين لين ما ننحف عشان نلبسها لما ننحف؟ حاجات تعور القلب كثير. الله على الذكريات يا طه، في حط يده على قلبه. عموما خلينا نروح نشوف اول الردود معانا واول التغريدات. يلا من لمياء، ايش تقول لمياء؟ لمياء هواري تقول النجاحات اللي حققتها باخذها معايا، حبي لاهلي واصدقائي اللي اتمنى منهم يكونوا معي في كل سنين عمري، وكرف الدراسه مش شكلها مجبره يعني انا كرف بالتوفيق لمياء. سميتي مين كمان؟ اروى الغامدي تقول كل سنه والجميع بالف خير وسنه حلوه يا رب على الكل، ساخذ من 2017 كل العلاقات الرائعه والصداقات الجميله واللي مستحيل فعلا ما اتخيلها في كل اعوامي، وشكرا لكل اصدقائي. شكرا لهم. في كمان تغريده ثانيه تقول لحبه الكريم اي مره، انا يقول لك ناصر يقول كل عام له جماله الخاص، سيكون برنامج ساعه شباب معي في كل عام. نصور والله مشرف. شكرا لك يا ناصر. مين كمان اخر ردين؟ رزاني تقول كل الذكريات، يقول والله يقول اعرف واحد اسمه رزاني، كل الذكريات الجميلة صراحة راح تدوم معنا والناس الجميلة اللي عرفناها، وكل عام وطراد ولمياء وكل طاقم ساعة شباب بألف خير، وانت بألف خير يا رزاني. حقيقة يعني احنا عبد الله بيقول بس الذاكرات الجميلة وبس. حقيقي حقيقي بس بنقول لكم حاجة، يعني بوسات كثيرة لكم كلكم، لانه حقيقي ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله سنه جميله حنستمتع فيها بكل حاجه حطيناها في جيبنا، ايش ما كانت مزعجه يعني. اكيد، وانا اوجه تحيه لكل اصدقاء وصديقات البرنامج، وان شاء الله يا رب تكون اعوام جدا 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 مليئه بالسعاده والنجاحات. صحيح. ولا تزعلوا ابدا انكم ما سافرتوا، ترى في اشياء اهم ما في حاجه اولى تنتظركم في هذا العام الجديد. نفسي اغني لكم يا اخي اغنيه بمناسبه السنه الجديده. يلا يلا كل عام وانت الحب. يلا كل عام وانت الحب. يلا لا لا لا. بعد ما ناخذ المداخله ايش رايك؟ لانه معانا على الخط مستشار التطوير الشخصي استاذ طراد بسنبل بيشاركنا امنياته لهذا العام الجديد. ويا هلا فيك يا طراد. حيا الله سامي. اهلا وسهلا. اهلا اهلا وسهلا. كيف حالك؟ ومن دبي على فكره، عشان يعني لو انتم حابين تقولوا انه كمان لا 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 يعني ايش على فكره ممكن نقطع الاتصال في يدنا، نقطع الاتصال في اي ثانيه يعني. تراد يعني واضح ابدا انك ما يعني ما بتقهرنا انه نحن جالسين، ترى نحن مبسوطين جدا. بس اكيد رايح شغل تراد صح؟ والله بالاصح هو فعلا شغل تمسيكم ساعة لقاء في الصباح وفي المساء، كان المفروض طرد انه مسوي مفاجاه لنفسي بس راح الحجز علي بالاصح. اوكي كنت بسوي كذا جائزه لحاجه من احلامي كانت في 2017، وابغى اعمل عليها تشيك كذا انه خلاص، بس قالوا لي والله تاخرت في الحجز.
اول شيء فهد انا اول مره اسمع دلع ناصر نسطور، هذا دلع يعني الان كذا والله فجاه طلع معايا نسطور هنا، حبيته بعد ما قال انه هو يعني اشتاق لنا ويبغانا معاه في هذا. سيبك من نسطور دحين، خلينا فيك انت، بعرف انت ايش حتاخذ معاك ل 2017. فهد اتمنى بس يعني يكون في تركيز في النقطتين هذه. الاخطاء والاشياء المؤلمه نبغى ننظر لها كمعلم، انظر لماضيك كمعلم، شكرا يا طاد القديم، شكرا الامياء القديمه، شكرا نصور القديم، يعطيك العافيه على الدرس اللي تعلمت منه في الايام الماضيه في السنه اللي فاتت، هذه صحيح. الاشياء المؤلمه كانت او اللي ما حبيناها. الحاجه الثانيه في اشياء كثير انت سويتها وكانت كنت مبسوط فيها. هذه قاعده اخرى اسمها لكل انسان من ماضيه ما يعزز ثقته بنفسه. طبعا صحيح. انت سويت شيء وكنت ممتاز فيه ترى انت اللي سويته، انت اللي تقدر تسوي زيه وتقدر تسوي احسن منه. صحيح. صحيح. هذه النقطة اليوم كنت جالس اتابع فيها قبل اللقاء حق اللي كان في الصباح، نقطة كان جدا هامة، ترى تخيل انه ايه متخيل 12% فقط من الناس اللي يقدروا يطلعوا نقاط قوتهم والاشياء اللي هم يحبوا يسووها يقدروا يعملوها في عملهم. والله انا بكل فخر طراد اقول انه انا واحد من 12% دول، الحمد لله. الحمد لله. نعمة من رب العالمين والله. عارف يبان؟ هو انت شوف طاقتك، شوف اسلوبك. ايوه على طول طلعت لانه حاسس فيه واعرف بالضبط ايش تتكلم طراد، والله من جد. بالضبط. فانا رسالتي لكل شخص في الحياه ارجوك اليوم اخلي هذه السنه اول شهر فيها اجلس اسبوع بس اكتب ورقه اكتبها بالنص، اكتب حبيت ما حبيت. اي شيء تسويه ما دائما اسويه هذه الحركه والله. شوفي عشان كذا يا لمياء كذا تلاقي نفسك انت مبسوطه بالشيء اللي بتسويه، دائما في عندك طاقه متجدده ودائما تحس انك تبي تعطي اكثر، تستمتع في حياتك. اللي يسوي الحركه هذه ويعرف الاشياء اللي يحبها طبعا قدر يطبقها في عمله انت من اسعد الناس. اذا ما قدرت شوف بعد دوامك فين ممكن تطبق هذه الاشياء. مين الناس اللي نجحت في تطبيق هذه الاشياء اللي ممكن يسووها في حياتهم سواء في عملهم؟ روح اشتغل معاهم بارتان، روح اشتغل مجانا، تعلم كيف ممكن تستفيد من هذه النقاط اللي انت تستمتع فيها. وفي فرق رجاء، هذه نقطه جدا هامه. في فرق بين اللي انت كويس فيه وفرق بين اللي انت تحبه. انا ممكن اعرف بس انا ما هو شغفي انه انا لما ادخل في المطبخ انسى نفسي، لا انا اسويه عشان اكل عشان احتياج حتى لو كنت فنان فيه. نقطه القوه مو الشيء اللي الناس يقول لك واو انت فنان في هذه الحاجه، نقطة القوة هي اللي انا اسويها بعد ما اخلص احس بقوة. صح. احس انه واو الحمد لله يا رب لك الحمد، كذا حسيت اني اشبعت احتياج عندي. صحيح. اللي يلاقي النقطة هذه وعرف ممكن كيف يطورها، روح عند الناس اللي سبقوك، تعلم عندهم، اشتغل معاهم ان شاء الله مجانا، شوف كيف الناس هذه حولت الفكرة دي لبزنس، مهما كانت، ممكن تكون شيء فني، ممكن تكون رسم. في ناس رسامين الان بيدفع لهم على كل رسمه بالمبلغ الفلاني، في ناس ممكن يكونوا جرافيك ديزاينر، اخرها اتقن هذه الموهبه اللي عندك، اتقنها بعلم. في واحده اكتشفت انها تحب ترقص فزومبا، راحت اخذت شهاده دوره زومبا عشان تدرب، تخيل انها تنبسط وبتستمتع في الشيء اللي هي حابته وبتساعد الناس انهم يتغيروا وتحول حياتهم لشيء جميل ويعطوها فلوس. صحيح. طب جميل طراد، نبغى نعرف امنيتك للعام الجديد. انا تحققت لي امنيه جميله جدا في 2017. 2018 ان شاء الله يعني ناوي اضاعفها. اضاعفها بطريقه انه تطورها؟ اكتشفت يا نعم اضاعفها اضعاف كثير اكبر. هي الحمد لله يعني تحقيق يعني حاجه ماليه حققتها الحمد لله، فاكتشفت اكتشاف انه مهما كان الانجاز اللي تعمله لنفسك لو كان شخصي مهما كان حلو هو لحظي، حياخذ يوم يومين ثلاثة وحيصير شيء عادي. فاكتشفت انه أجمل شيء ممكن تسويه في حياتك انك تعمل شيء أنت تسعد فيه وتسعد فيه غيرك. طبعا. فقراري إن شاء الله أمنيتي القادمة بإذن الله انه كعملي الخاص في الإيجنسي حأدخل شراكات مع شباب وبنات عندهم أفكار مشاريع بس ما هم عارفين يسوقوها. فإحنا ندخل شراكات متساوية معاهم واحيانا نجيب لهم مستثمرين او نجيب لهم راس مال بسيط نبدا فيه. فان شاء الله ان شاء الله خلال السنه القادمه باذن الله حيكون كل شهر في مشروع يطلق ان شاء الله. بشاره خير ان شاء الله هذه طراد، وبعدين انت رايد في هذه الافكار الجديده الشبابيه وبرضه حلقه توصل انك تكون حلقه توصل ما هو شيء بسيط. المستشار النفسي طراد بسنبل والله شرفت ونورت ويعني اضفت الكثير في اخر ساعات هذه السنه. بس طراد انا قولي مو هذه الامنيه اللي قلت لي عليها قبل الهوا. انا كان سالتك ذا السؤال ومو موجود في السكريبت على فكره. سالتك عشان ابغاك تعلن عنه على الهوا.
انا في 2017 واحد يعني ليله راس السنه العام الماضي كنت في دبي وصورت من الفندق وقت الالعاب الناريه، صورت هليكوبتر كانت موجوده. أيوه. وبقول انه السنه الجايه ان شاء الله حكون في الهليكوبتر. صحيح. انا اليوم جيت على دبي، عندي كان لقاء تلفزيوني في مكان في قناه، لكن كنت جاي وحاجز وكنت مستني الرد، ردوا لي انه ما في طيارين كفايه في هذا اليوم. انا بكافئ نفسي وبقول لنفسي كانك طلعت، عيش نفس الاحساس، عيش نفس الشعور، لانه عندك الان الحمد لله مرت السنه وعندك الامكانيه انك تطلع، عندك الامكانيه انك تحجز الطياره، كان عندك امكانيه انك تعزم صاحبك وخطيبتك كهديه يعني خطوبتهم، وكنت باخذهم معايا بس ما تيسرت، بس الحمد لله صرت اقول يعني الحمد لله انه انت قادر، يعني مو حاجه انها منعتك ولا جات السنه وجاء الوقت وما قدرت تسوي، انت قادر الان انك تعملها. فراد والامياء انا مستني منكم اسمع قبل ما اقفل، انت ايش امنيتك وانت ايش امنيتك؟ نحن سر داري على سمعتك تقيل. ايوه داري يعني داري، خصوصا الوسط اللي احنا فيه مزهزه. شكرا لك مستشار التطوير الشخصي طراد باسنبل، حقيقه نشكرك على المداخله الهاتفيه الجميله، ونتمنى انه كل المشاهدين يستفيدوا من الكلام اللي قاله طراد، مو بس ككلام بالعكس ياخذوه ويطبقوه في حياتهم ويشوفوا الفرق اللي راح يصير من خلال التطبيق. جاهز اللي جاي؟ يلا انا جاهز. طبعا انتوا جاهزين؟ الأخبار الآن بدأت وحنشوف إيش عندنا بيها. قبل ما نشوف الأخبار أكيد رح نشوف شيف أريج وين وصلت معنا في السلطات، وإيش السلطات الحلوة اللي سويتينها هي شيف؟ عملت لكم سيزر سالد تشيكن، وعملت كول سلو سالد، وفتت أجريكس سالد. وكم سلطة باقي؟ باقي خلاص خلصت السلطات، باقي الديزرت بس. الله في ديزرت كمان؟ أيوه. الله نحن مترقبين ومنتظرين أكيد شيف أريج، ورح نبدأ في أول الأخبار اللي راح تكون معانا. ولاحظنا في الفترة الأخيرة صراحة أنه وفاء بعض الحيوانات أكثر من وفاء البشر. أنا ملاحظ من زمان على فكرة، أنا محتاج لاحظ خصوصا. أي والله أنا تو لاحظت صدق، يعني أنت من زمان يعني شايف الوضع مزري صراحة. في الفترة الأخيرة حقيقي لاحظت هذا الشيء. عموما الخبر يقول وغزال يجتاز اختيار الوفاء ويساعد شاب في تسلق فيديو، زي ما احنا شايفين في الفيديو اللي معانا طبعا، وما يبدو انه في المقطع الفيديو اللي تداولوه رواد مواقع التواصل الاجتماعي مؤخر. واو. واو. يظهر غزال وهو يحاول مساعدة شاب، والحقيقة انه الشاب الذي يظهر في الفيديو هو من قام بتربية هذا الغزال الجبلي، وبعد ان اطلق سراحه اراد ان يختبر مدى وفاء وذكاء الحيوان في آن واحد، فحاول انه كأنه قاعد يعني يحتاج مساعدة عشان يشوف ويختبر وفاء الغزال لي بعد التربية صراحة. يعور القلب المقطع والله، يعور القلب والله جدا جدا، بس شيء جميل الواحد يشوف هذه المناظر الإنسانية، يعني هي حيوانية لكن في الأخير صاحبة مشاعر عالية ووفاء بمشاعر، هي مناظر حيوانية بمشاعر إنسانية صراحة. صحيح. يعني صحيح. اوكي مع اني ما ودي من الخبر هذا، لكن الى عشان كذا قلت لك قبل كم يوم ابغى اربي حيوان اليف عندي، قلت لي ليش؟ والله يجيبوا لك السمرقع. ايش؟ عشان كذا والله يجيبوا السمرقع والله. والله؟ والله بس انا مؤخرا السمرقع يعني شيء سوري كلمه يعني بس هي فكره، يعني الفكره انه نيفر مايند منيره، الفكره انه قد ايش يسوي لك جو اوقات ممكن يعني يغلسوا عليك في البيت. بس خلينا نروح احنا من الغزال الى سمكه مختلفه من نوعها، وضعها جدا مميز، وهذه اللي لقيتها
هذه السمكة المميزة لقيتها أسترالية تصطاد سمكة بثلاثة أرجل زي ما احنا شايفين هذه صورتها. سمكة بثلاثة أرجل كانت محصلة رحلة صيد قامت بها امرأة أسترالية والتي نشرت صورا لهذا المخلوق غير المألوف. كملي لمي. والله كملي بنفس الطريقة. ما ليش بتوهقني؟ قاعد اقرا انا قاعد اقرا لنفسي. انت ماني ما خبرك انا مستمتع بالخبر على حسابها على حسابها في الفيسبوك. طيب طبعا وطول السمكة حوالي 30 سنتيمتر ولونها اسود وبالاضافة للزعانف لديها ثلاث اجزاء. كمل. مرة مو نفسها. المرأة قامت بتصويره واعادته مرة اخرى الى المياه. وخلصنا. والله يا اخبار صراحه غريبه. انا قاعد احاول اسوي اللي تسوي الي اللي كانت معنا صراحه شرفتنا اليوم خلت دماغي يدور مع كثير من الاشياء. انت بعد بس صوت الحيوانات عليهم حركات صراحه يعني بس انت بعد اصوات الام واصوات الاطفال صراحه ما اعرف فين راح توصل مع تقليد الاصوات. وننتقل لخبر اخر وانا سعيده جدا بهذا الخبر. ليش؟ لانه جوجل يحتفل بذكرى ميلاد فنانه سعوديه استثنائية. خلونا نروح نستمتع بصوتها ونرجع نكمل الخبر. سلام. هذه الفنانة عتاب جاني الأسمر تركت بصمة رائعة جدا والله من أكثر الأغاني الجميلة رحمة الله عليها. إلى الرجال والرجال يعني حاولوا ما تسمعوا حاولوا تسووا نفسكم عادي الموضوع كده نبغى نركزوا مرة في هذا الخبر. غسل الصحون يعالج الاكتئاب. صحيح اتفق وبقوه. عموما نقول لك كشفت دراسه حي الله دراسه حديثه ان حديثه اهم شيء ان غسل الاطباق والاواني المنزليه يعزز الصحه النفسيه ويعالج الاكتئاب ويقلل الضغط النفسي والتوتر العصبي لدى الرجال بشكل خاص. واوضح فريق الدراسات التي نشرت نتائجها في مجله علميه ان الانخراط في الاعمال اليوميه المنزليه يشجع المشاعر الايجابيه وينحي السلبيه. طبعا يعني انا اتمنى انه الشباب يسمعوا هذا الخبر ويركزوا فيه مضبوط لانه حقيقي يشيل الاكتئاب ودراسه يعني اتفق معها بشده. طيب بصراحه غسل الصحون في البيوت. طيب بصراحه انا ما ابغى يسوي ذا الشيء عشان يعالج اكتئاب، هذه انانيه صراحه لانه في شيء اولى هو اهاليكم اللي توقفوا معاهم وتتعلموا صحيح. كيف وعشان كمان في حياه زوجيه حتعيشوها لازم تشاركوا زوجاتكم كيف تساعدوا في نهضه البيت. رح مكملين اكيد معاكم بعد الفاصل. قاعد اصور سناب صراحه كنت حياكم الله الطبخ جاهز التقطيع وتشوتشيتشا كله. ايش ال ايش ال مع ضيفتنا اليوم عارف ايش قصتها تراك؟ والله قصتها تخيل انها تحولت من اداره الاعمال الى طاهيه. ايش السر؟ ايش السبب؟
كيف قدرت أنها تتغير من إدارة أعمال أو من وظيفة في إدارة الأعمال إلى شيف في أحد أشهر الأماكن الموجودة في جدة؟ أكيد مشرفتنا الشيف أريج، يا هلا فيك أريج. الله يسعدك لبيا. بداية يعني منورة ومشرفة، يعني كان في حديث تحت الهواء بس كنا ما خلصنا ودخلنا على للأسف الشديد. حنكمل أكيد بعد الهواء أكيد. بنعرف أنا صراحة مرة شدني موضوع التخصص وموضوعك الدراسي وتحولتي من إدارة أعمال إلى شيف، كيف جت معاكي هذا التحول؟ والله شوفي أول ما بدأت على موضوع الطبخ وزي كذا كنت أكره المطبخ وأكره أي شيء، يعني بابا لما كان يقول قوم اطبخوا تعرف اللي بليز لا أما مرة ما أبغى. فسبحان الله درست دخلت إدارة أعمال أخذت دبلوم، بعدين ما أعرف فجأة كده تحول الموضوع، صرت مرة أحب المطبخ، صرت أبغى أطبخ، صرت فجأة أتحمس يعني ما كنت مثلا من البنات الصغار اللي يعشقوا الطبخة أو شيء، لا يعني فجأة ظهر لا إلى قبل أربع سنين أنا أكره المطبخ. سبحان الله اشتغلت في التخصص لمدة 6 سنين تقريبا، فجأة قررت إنه لا أنا حستقيل أنا أبغى أصير شيف. بس سؤال يعني ايش الحاجه، معلش هو ترى امر مصيري اللي انت ذكرتيه، بس لو تنصف نفسك عشان الكاميرا، ايش اللي خلاك كده يعني يضغط الزر او سحب الزناد زي ما يقولوا باللغه العربيه الفصحى وخلاك تغيري هذا الاتجاه تماما؟ لانه ما هو شيء بسيط ابدا انك تغيري من دراستك اللي 6 سنين خلصتيها عشان تشتغلي فجاه شيف، خصوصا انه ما كان شغف وانت صغيره. والله شوف انا ماني من الناس اللي احب اجلس في مكتب و مكتبي وكمبيوتر وزي كذا، انا مره سوشيال بزياده يعني. اخر فتره اشتغلت فيها تخصصي كنت بس في مكتب وزي كذا فاينانس زي دراستي كانت، بس ما اعرف كذا كنت ماني حاسه نفسي انه انا هنا، يعني لا انا ابغى اصير شيء ثاني، انا ابغى اصير شيف. سبحان الله كذا فجاه قاعده مع صاحباتي انه يا ناس انا نفسي اصير شيف، بس احد يدور لي طريق اي شيء. والله تعرف اللي استقلت وانا ما عندي وظيفه ولا عندي ولا شيء، يعني بس كذا استقلت وخليتها على ربي. بس كان في بالك طبعا حاجه تبغى تسويها؟ ابغى اصير شيف. ايوه حلو. يعني اريج راتبك صار اقل من النص وكل حياتك المهنيه تغيرت تماما، كيف واجهتي الانتقاد؟ كيف قدرتي انك يعني تكملي وما شاء الله وتصري وتوصلي للمكان اللي انت وصلتي له اليوم؟ طبعا كثير من اهلي كانوا مره مو معترضين انه كيف حتسيبي وظيفه حكوميه وتروحي تصيري شيف وراتب صحيح الكلام ده، بس ما اعرف يعني انا ابغى اصير شيف، يعني هذا شيء انا ابغاه. لما قالوا لي الراتب ترى حينقص والراتب حيقل وما حيكون هو نفسه، انه اوكي انا بدات في التخصص بنفس الراتب اللي انا بدات فيه الحين وطلعت يعني ستيب باي ستيب، وانا عارفه انه ما في حد يطلع على طول كده فجأة، طبعًا كلنا حنطلع يعني درجة درجة. بس الناس لازم تاخذ بعين الاعتبار كمان انت اريج ما شاء الله بتعملي في اماكن مرموقة جدا ولها مكانتها وما يعني وفعليا يعني على ستاندرد كلاس اي زي ما يقولوا، ف يعني انت وصلت لهذه المرحلة ابدا مو بالسهل، بس انك انت ترفع المستوى بسيط لكن تحافظي عليه هو الاصعب، لانه لازم في مواكبه للجديد، لازم يكون في ابتكارات طول الوقت. هذا كيف بتخلقيه؟ هل في البيت عندك معمل ولا ايش بتسوي بالضبط عشان تطوري من نفسك ولا في نص الدوام؟ شوف لا ماما دائما كانت تقول لي الطبخ خبيث، خبصي حتطلع طبخه. اي والله صادقه. ايوه كانت دائما ماما دائما تقول انا خبصي حتطلع لك طبخه، الا اخترعي حيطلع شيء. فرحت المكان اللي انا اشتغل فيه الحين، الحمد لله يعني في شهرين اثبت نفسي، فتره تريني مسكوني كيتشن كامل، انا دحين ماسكه كافيه، المنيو تبعي، الستاندرد تبعي، كل يعني الشغل كله تبعي، البرزنتيشن انا معملته كانه رون بليس يعني في الاخير. ايوه يعني كانه ماي كيتشن بس لسه ما هو حقي. أيه ان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله مو سيء. اتوقع يعني اريج انك دائما تخترعي وصفات جديده عشان تشدي المتذوقين للطعام صراحه جدا، فيهمني الديتيلز الصغيره الموجوده في الاكل انه دائما يكون في تجديد، يعني اذا كل دائما نفس السلطه 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 كل يوم حتمل من السلطه وتطفش منها، فهل بتحاولي انك تخترعي بصفات يعني طبخات جديده خلطات جديده باسمك؟ هذول الدريسنج هذول الريسيبي تبعي فما اعرف اذا حيعجبكم ولا لا. يعني مو من النت؟ مو من لا لا اكيد شفت اقول لك من النت. ايه لما ما سبقت لنا لا احنا بنسوي كذا. لا انا ما اسوي كذا والله، في البيت اقعد اخترع. لا إيه هو اخترع ترى حتشوف. اخر مره اخر شيء اخترعته قبل يومين رحت لما قلت لها ذوقي، حطيت لبن زبادي مع ملعقتين طحينه مع خل العنب بلسمك سوري
وحطيت تكتين ليمون وفلفل اسود وملح ملح الليمون. دريسنج والله هذه قطع عليها اي خضار هالدريسنج هذا اللي سويته بالضبط. لا اكلته مع شيبس والله فكان غلبت والله انا مره مالي في المطبخ بس نبى نعرف ايش لازم المشاهدين يشوفوا انت ذوق يا لميا شوفوا السلطات اللي سويتها سنة خضراء ان شاء الله علينا يا الله نبداها بسلطه سنة خضراء يا رب انا ابغى نبداها بسلطه ماني شايف هذه الكاميرا اوكي هذه جريك سالد المكونات اللي فيها خيار طماطم سلطة عادية بس زينة الإعلانات أيوه. والله شكلها ايش نوع الجبنة؟ فتة تشيز اوكي قديش اخذ منك عشان ترتب الصحن يكون ملفت لانه تعرفي العين تشبع قبل البطن احنا عندنا طبعا انه تكون شيف ترى مرة مو سهل طبعا عندنا وقت معين لازم اخلص فيه الصحن في المكان اللي انا اشتغل فيه عندنا وقت 20 دقيقة لو تأخر الصحن القست حياخده فور فري على راسك ايوه مو مسألة تهزيئة مسألة هو تعرف انه بداية مع النيرفز مع الاوردرز مع زي كذا انه تكون مره سريع هذه لحالها حكايه اي طبعا طبعا مع الممارسه خلاص تتعودي انت عليها شويه شويه ايوه حيصير الوضع عادي بس انا بدات بطيئه طبعا لانه انا اول مره في خذي راحتك لا لا مو هنا انا بدات في شغلي بطيئه لانه انا اول مره في حياتي كنت ادخل كيتشن اي حتى اقول لك شغلك خذي راحتك لا تضغطي نفسك كل احد بدا في اي هوايه جديده او اي مجال جديد كان في البدايه بطيء لانه مع التعود يعني والخبره يصير اسرع انا ماني زعلانه من نفسي لانه بدات يعني انا اعرف انه انا بدات من الصفر وانا كنت حابه ابدا من الصفر يعني انا ابغى يعني لما جو سالوني فين تبغين نحطك اي ستيب قلت لهم زيرو قالوا لي زيرو حتقطع خضار قلت زيرو حقطع خضار عادي انا ابغى من زيرو عشان لما اصير شيف تعرف كل الديتيلز ايوه واقدر اقول انا شيف انا بنيت نفسي بنفسي انا ما درست انا ما سويت ارفع لك القبعه شبو صراحه على هذه النقطه ليش؟ لانه الناس مساله مدير كبير هذه شويه سوري مساله مدير كبير هذه مستفزه شويه لانه ما بتبين ما فعليا ما بتخليك توصل تصير فعلا مدير بمعنى الكلمه، المدير لابد يكون عدى بالسلم الوظيفي يعني طلوعك على السلم الوظيفي ما هو شيء ظاهري فقط انه انا طلعت لا عشان تعرف كل تفصيله صغيره وكبيره عشان لما تكون مدير عليهم تعرف ايش المخارج والمداخل وهذا اللي انت سويتيه صح which is حتعرف يعني ريج راح اكتب معاك اكيد هذه الفقره بامنيتك للعام الجديد يا اخي انا اليوم ما اعرف ليش انا سالت كل احد عن امنيته كل احد يعني في السوشيال ميديا كل احد بقابله ايش امنياتكم حتى ماي ميك اب ارتست اليوم ايش امنيتك للسنه الجديده فيني فضول اني اعرف امنيات الناس للسنه الجديده لانه حقيقه انا لين دحين ماني عارفه احط اماني للسنه الجديده لاني الحمد لله كل امانيه حققتها فقاعده افكر لسه ما لسه اليوم ان شاء الله حقعد عليها ما شاء الله خمسه وخميس شوفي انا كنت دائما اقول انه ماي دريم كامينج ترو خلاص انه صار حلمي انا كنت ابغى اصير شيف صرت شيف فحلمي دحين انه انا اكبر في ذا المجال لانه هذا شيء حقيقي انا حبته نفسي اصير شيف مره كبير ان شاء الله ليش لا ما في شيء مستحيل ما حتشاركي في احد البرامج اللي ممكن تساعدك في هذا الشيء ما فكرتي؟ ما احس انه لا لانه ستريس اكثر من انه هي تبرز مهارات يعني انه وانا ما احس ما احب انه الستريس ناس لا غير كذا ما احب انه ناس يعني انا اطلع احلى منك انا اسوي احلى منك المنافسه اللي هي اللي يعني خلاص انا هذا شغلي انا هذا حقي انا اللي يبغى يجيني اهلا وسهلا كل التوفيق لك اكيد الشف اريج الشريف ونشكرك على تواجدك معنا ونشكرك على السلطات الجميله قدمتي لنا هي اليوم وان شاء الله نشوفك اكبر شف في العالم يا رب باذن الله باذن الله لميا ما لقيت بالله الى الان ولا شيء تفكري فيه للسنه الجديده بالضبط لاني نفس تفكيرها يعني الشيء اللي انا تمنيته في السنين اللي راحت الحمد لله تحقق في السنين صدقي انا كل يوم اولموست كل يوم يطلع لي فكره جديده وطموح جديد هذا اللي مخليني ماني قادر انجز صح حلوه القناعه ترات على فكره يعني تعيشك في سعاده ما مساله يعني قناعه مساله طموح انا عندي قناعه ايوه حلو الواحد الطموح في فرق عن الامنيات في فرق طبعاً. كبير فانا ماني لاقي امنيات بس الطموح كل يوم يتجدد معانا بكل يوم جديد نصحى فيه من النوم عندنا طموح بتكون جديده ولكن الامنيات شيء ترى مره كبير قاعده افكر فيها وان شاء الله احطها اليوم ان شاء الله على نهايه هذه الساعات نقول لكم ان شاء الله سنه جميله اضيفوا ما يهمكم ونحوا الاشياء اللي ما تناسبكم البرنامج هاشتاج ساعة شباب إذا حابين تشاركونا حياكم نسمع آراءكم كل عام وأنتم بخير وإن شاء الله نشوفكم بكرة في نفس الوقت كذا أقول لكم فمان الله كنت معكم أنا لميا غالب وأنا كنت معكم طلعت سندي روح دي جي
coming over, you're spinning it. Rotate your body, coming over, you're spinning it. Rotate your body, coming over, you're spinning it. Make the trumpets blow.